زي ما انت شايفين الجو جميل. طيرنا الطيارة سيب له أراكم في الطيارات السداسية. الطيارة لسه كده قريبة مننا، لسه ما بعدناهاش. وهنعمل لكم الطيارة المتر ونص قريبا ان شاء الله. طريقة عمال الطيارة المتر ونص، وهنجيبها لكم ان شاء الله واحنا بنطيرها برضو، وهيبقى يوم صعب جدا. زي ما انتوا شايفين الطيارة بقت بعيدة قوي ومعدناش قادرين نسيطر عليها ونجيبها بكاميرا التليفون، هنصور بتليفون مش بكاميرا. والهواء جديد، انا بوسع نطاق الشاشة عشان نقدر نجيب الطيارة، ولسه بنسيف في الخيط، لسه معنا خيط كمان. وهنبدأ نلم الطيارة دلوقتي، بس انا بسقص من الفيديو لان الفيديو معنا طويل عشان ما نطولش عليه. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو، لا تنسى مشاركتنا بآرائك في التعليقات وتسجيل الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم لتعم الفائدة، وندعوكم للانضمام إلينا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات أول بأول.